أهلا بكم مشاهدين الكرام لنشرة الأخبار من قناة يمن شباب، ونستهلها بالعناوين. الرئيس هادي يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. محافظ مأرب يكشف عن ضبط شاحنات أسلحة مهربة للحوثيين عليها لوحات عمانية. مقتل 3 من ميليشيا الحوثي في تعز واستمرار المعارك في كرش. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. توجه الرئيس عبد رب منصور هادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها 71. ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، سيلقي الرئيس هادي كلمة اليمن في الدورة، والتي ستتناول واقع اليمن وما يمر به الشعب من معاناة جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح والقوى الداعمة لهم في غطرسة وتعنت على قرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 2216. هذا وسيلتقي هادي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعددا من القيادات ضمن برنامج حافل. قال محافظ مأرب سلطان العرادة إن السلطات الأمنية والعسكرية في المحافظة ضبطت شاحنات تحمل أسلحة لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح وعليها لوحات تتبع سلطنة عمان. وأكد العرادة لصحيفة الحياة اللندنية استمرار السلطة المحلية في مأرب والجيش الوطني في قطع الإمدادات على الانقلابيين. وكانت قوات الجيش الوطني قد ضبطت خلال الأسابيع الماضية عددا من الشاحنات التي تحمل أسلحة وقذائف صاروخية قادمة من محافظة حضرموت، لكنها موهت ذلك بأجهزة إلكترونية. لقي ما لا يقل عن 5 من ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية مصرعهم برصاص المقاومة الشعبية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. وأوضح مصدر في المقاومة أن مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية في مناطق جرجرة وجبال السد وكعواش بمديرية ذي ناعم أصيب خلالها أحد أفراد المقاومة. وعلى صعيد متصل، قصفت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين وسط مدينة البيضاء بصواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل دون سقوط ضحايا. وفي محافظة تعز قتل 3 من ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية في معارك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وقال مصدر في المقاومة إن معارك عنيفة دارت في منطقة الصيرتين في الصلو جنوب المدينة ومنطقة المنطرح حدران غرب المدينة، حيث تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة من صد هجمات لميليشيا الانقلابية مصحوبا بغطاء ناري وقصف مدفعي مكثف، ما أسفر عن مقتل 3 من ميليشيا الحوثي وصالح وإصابة 9 آخرين. كما أسفرت المعارك أيضا عن إصابة 4 من أبطال الجيش الوطني والمقاومة. وفي ذات السياق، قال مصدر طبي إن 5 مدنيين أصيبوا بقصف مدفعي للميليشيا الانقلابية على الأحياء السكنية. ومن تعز إلى محافظة لحج، حيث تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة وميليشيات الحوثي في منطقة كرش شمال المحافظة. وقالت مصادر ميدانية إن قصفا مدفعيا متبادلا بين الطرفين يدور في منطقة الحويمي وروان الحويمي والشريجة شمال كرش. وأشارت المصادر إلى وصول تعزيزات لميليشيات الحوثي وصالح إلى منطقة بالقرب من منطقة الحويمي. شنت ميليشيا صالح
ميليشيا صالح والحوثي قصفا صاروخيا على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وذلك بعد الهزائم الكبيرة التي تلقتها في جبهات مختلفة في المحافظة. وقال سكان محليون إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا أطلقها مسلحو جماعة الحوثيين استهدفت منطقة سكنية بمدينة الحزم. وذكر السكان أن القصف الصاروخي لم يسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين، غير أن المنازل تضررت إضافة لتدمير أسلاك الكهرباء. حصار أنهك الناس والماشية تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع الإجرامية على قرى جبل الشام في قعطبة على أطراف الضالع، حيث يسلك السكان طرقا شاقة تسبب الإنهاك كونها الوسيلة الوحيدة لنقل الاحتياجات المعيشية. الزميل عبد العزيز الليث يرصد في التقرير التالي تدهور الوضع الإنساني في تلك القرى المحاصرة. على قمم هذه الجبال قصص معاناة ووجع لمئات الأسر. في منطقة جبل الشامي التابعة لمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جراء الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوثي وصالح على المنطقة من أماكن تمركزها في المعصر وناصة. محاصرينها 27، لا نمتلك حتى دقيقة ما نبزه إلا من مسافات كيلوهات شعوب نقطع شعوب بسبب أنهم محاصرين الخط. مرض معنا المريض اول امس بزينا فوق اعداننا منها انا للجرجور مسافه ازيد من 3 كيلو. قريه جبل الشامي واخواتها كقريش والعدنه معلقه على سفوح جبال شاهقه، جبال ساعدتها في تحصين نفسها من العدوان الحوثي، لكن حصار الميليشيات فتك بسكانها وكان اشد ايلاما ووجعا. فالطريق الرئيس من الجهه الشرقيه بات مغلقا، فيما جبلي مضرح والداري زرعتها الميليشيات بالألغام. ولا تنقل المواد إلا بطرق صعبة، مسافات شاسعة توصل إلى 7-8 ساعات عبر الحمير. عبر هذه السلسلة الجبلية والتضاريس الصعبة استحدث الأهالي طريقا للحمير لنقل حاجاتهم الأساسية، فالطفل والحمار هنا من يكسران الحصار من الجهة الغربية، حصار جعل السكان مهددين بغياب الأمن الغذائي والصحي. ومقطوعة الطريق منذ 5 أشهر، ما يحملون الدقيق ولا نسعف المريض إلا محمول على الأكتاف والدقيق على الدواب من مسافات بالكيلوات. فندعو المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني لإنقاذ هذه المناطق ومساعدتها والخروج من هذه الأزمة الذي عاملنها الحوثي في محاصرة الناس والقنص وقتل الأبرياء والمواطنين في بيوتهم، وكذلك ما يقوم به من تلغيم في المنطقة من لغامات. طرق مقطوعة وموصودة وجبال ملغومة أدت إلى تعطل أعمال الناس وضاعفت من معاناتهم. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع. آلاف الأسر في مخيمات النازحين من صنعاء المقيمين منذ شهور طويلة في مخيمات إيواء في نهم تفتقر للكثير من الاحتياجات الضرورية، ووحدها المبادرات الإغاثية تخفف المعاناة التي تسببت فيها حرب الإنقلابيين على اليمن. استمرارا في الحملة الإغاثية للنازحين في العراء من الحرب التي فرضتها الميليشيات الإنقلابية في اليمن، وزع المكتب الخيري 350 سلة غذائية لنازحي وادي حريب بنهم المتواجدين في منطقة الخانق التي تضم مخيما كبيرا منذ ما يقارب 8 أشهر. يأتي هذا التوزيع ضمن حملة إغاثية بدأتها مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية، فقد وزعت جمعية إحياء التراث الإسلامي 100 سلة غذائية على نازحي فرضة نهم المتواجدين في منطقة الجفرة بالجدعان. نشكر جمعية إحياء التراث الإسلامي ومؤسسة البصيرة للتنمية لما قدموا من السلات الغذائية. كما وزعت رابطة أهل الحديث 100 سلة غذائية على نازحي قرى بران ووادي ملح المتواجدين في مدينة مأرب. نحن من أبناء محافظة صنعاء مديرية نهم، النازحين نشكر المكتب الخيري لدعمه للنازحين ونطلب منها المزيد والتعاون منهم. أثمرت هذه الحملة سروراً أدخل على الأطفال والعجزة في أماكن النزوح،
التي تفتقر إلى أبسط الخدمات والمقومات الأساسية للعيش، آملين من المانحين توفير المأوى ودورات المياه والمرافق الصحية التي هم في أمس الحاجة إليها. فالعراء أمرض أطفالهم وعجزتهم بسبب تغيرات الأجواء ونوائب الزمان. محمد عبد الكريم، لقناة يمن شباب، محافظة صنعاء. ختام نشرتنا، وإليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس هادي يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. محافظ مأرب يكشف عن ضبط شاحنات أسلحة مهربة للحوثيين عليها لوحات عمانية. مقتل 3 من ميليشيا الحوثي في تعز واستمرار المعارك في كرش. ختام النشرة، نلتقيكم على خير وفي أمان الله.